يعني انت كده مش صايمه. انت سمتي؟ اه. مين المرضان ده، صاحبك؟ اتي بسكوتية مرمشة. ماشي. خطوة يا صاحب الخطوة. قولي بقى، اخبار الصيام ايه؟ بتكمل ولا بتفرهط في النص؟ لا بفرهط بقى، كان لا بكمل بس بحس من حتى النخل. طب لما بتجوع وتعطش بتعمل ايه؟ بستنى. طيب ايه اكتر اكله بتوحشك وانت صايم؟ محشي. هو شهر رمضان بيجي كل قد ايه؟ كل مره في السنه، مش عارف. طب انت نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ شيخ. افتكر احنا ليه دايما في رمضان بنشتري فوانيس، ليه ما نشتريش لعبه او دبدوب او اي حاجه؟ ليه دايما فانوس؟ عشان مرضه. عشان ايه؟ مرضان. مين مرضان؟ مرضان. مين مرضان ده، صاحبك؟ تحب اغاني رمضان؟ حافظ ايه من اغاني رمضان؟ وحوي يا وحوي. مين هو وحوي ده؟ مين هي ايوحة؟ طب هو وحوي وايوحة اخوات؟ اخوات تقريبا. اخوات. تحب تبقى مسحراتي ولا بتاع فول ولا بتاع كنافة؟ بتاع كنافة. بتاع فول. هو احنا عندنا كام عيد؟ عيدين، العيد الكبير والعيد الصغير والمطر. تفتكر ليه سميناه عيد الفطر؟ نفطر فيه يعني، عشان بنفطر فيه. ماما بتاخد منك العيدية وتقولك هحوشها لك ولا انت بتاخدها منها؟ بس عايز اخدها. بتاخدها. ايه هي اول حاجة هتعملها بعد رمضان؟ هتفضل تاكل طول اليوم وتعوض ايام الصيام، ولا هتسافر، ولا هترجع تتخانق مع اصحابك تاني؟ ارجع اتخانق مع اصحابي تاني. ممكن اكل. هسافر. هقولك اغنية ليها علاقة بالعيد وهتكملها، تمام؟ بنقول يا كحك العيد يا بسكويت، ولا يا فريك، ولا يا جماله؟ يا بسكويت جماله. بعد تجربة الصيام السنة دي، انت شايف انها متعبة جدا ومش هتكررها، ولا حلوة جدا وهتصوم السنة الجاية كمان، ولا هتبقى تصوم لغاية العصر بس عشان فرهط؟ حلوة. هصوم لحد المغرب. انا بتتعب بس هصوم. في عيد الفطر بناكل سميد وجبنة، ولا كحك وبسكويت، ولا عسل وطحينة؟ كحك وبسكويت. عسل وطحينة. لا كحك وبسكويت. مين بيعمل شقاوة أكتر؟ ماما. ومين بيزعق أكتر في البيت؟ بابا. صح ولا غلط؟ آخر أسبوع في رمضان ما بنصومش فيه. صح. غلط. أسبوع في رمضان ده بنصوم فيه. شربتي دلوقتي؟ شربتي؟ يعني انت كده مش صايمة. انت سمتي؟ اه. هقول لك مواصفات حاجة وتقولي ايه هي، ولو ما عرفتش هتقول عروستي. حاجة ورق وشكلها جديد. عروستي. بناخدها من بابا وماما أول يوم العيد الصبح. انا عروستي. طيب بنجيب بيها حلويات كتير، وفي منها 10 وفي منها 5 وفي منها 100. الفلوس. الايه؟ الهدية. العادية. رمضان كريم، مزعلن للحب صاره، ولا خصمك راح صاره. عايزة اقول لماما شكرا عشان انتوا خليتوني صوم.